اسمع، بغيت نقول لكم انا واحد القضيه، نقول لكم واحد، نعاود لكم واحد القصه. علاش نهضروا؟ انا نعاود لكم واحد القصه، عندي 8 دقائق تسعود عندي رونديفو، انا واحد القصه ونتي تعقب عليها. بغيت الناس يفهموا واحد الحويجه ويفهموها لبيناتهم، لان ما بقاش الناس تتفهمها في هذا العصر هذا، وخاصه بدا ترجعها. هذا واحد الصنايعي، واحد خدام انا بغي، مشى لعند الشيخ ديالو، قال له الله يخليك هضر لي مع المعلم ديالي، قال خلصه ما كتقدنيش. قال له الشيخ ديالو، سير عند المعلم ديالو قول له ينقص لك من الفلوس. قال له واش الشيخ اجي كان يغب؟ قال له قلت لك سيقول له ينقص لك من الفلوس. مشى عنده نقص له من الفلوس، رجع لعند الشيخ ديالو قال له راه ما بقاوش كاع تيقدوني الفلوس. قال له سير لعنده قول له يزيد ينقص لك من الفلوس. زمان كان له ديسيبل، يعني التلميذ تسمع للشيخ حتى تثق بالحكمه ديالو. مشى لعند المعلم قال له الله يخليك ينقص لي من الفلوس. بعد دوز واحد المده ورجع عند معلمه عند الشيخ، قال له سيدنا سبحان الله راه الفلوس بداو تيقدوني، شنو هي الحكمه لها سيدنا؟ قال له الشيخ لا عرفتي علاش بداو يقدوك الفلوس؟ قال له علاش يا سيدنا؟ قال له حيت ربي عاد طرح لك فيهم البركه، حيت عاد بديت تخدم على قد، تخلص على قد مجهودك. تسعودي كان تخدم 8 ساعات بحال بزاف لي فونكسيونير ماروكان، وتخدم ساعه في النهار وتتخلص على 8 ساعات. حيت حنا المغربي من يحسبوا له في العالم الثالث شحال تيخدم، تخدم شي ساعه في وسط 8 ساعات طول الوقت، تيقول لك انا مشغول انا مريض انا كذا. شنو قال هذه ربي فيها في القران؟ شنو قال؟ قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. كذبوا بماذا؟ بان ما كاينش هي 1 بلس 1 تيغال 2، كاين 1 بلس 1 تيغال 2 بلس لا بركه ديال الله. وداك لا بركه اللي تري اون غولاسيون مع تقوى الله اللي في قلبك، تخاف الله وتخاف المعلم ديالك. البارح وانا تنقول للبنات اللي خدامين عندي، اللي تبغي تمشي تصلي العصر ماكسيموم سي 10 مينوت ماكسيموم بالوضوء ديالها بكل شيء. لا كاين اللي كيمشي يصلي العصر تيبقى ساعه، تيمشي تولد ساعه قبل خصو يسخن الماء وباش يتوضا، ويصلي اربعه الساعة ركعات قبل واربعه الساعات من بعد، ومن تيخرج تيدير اذكار المساء ساعه المكانه صلاته فيها شك كبير. مع الناس ساعه في العصر او ديبون، هاد الشيء بلا كاين حدا اخر اللي كيمشي يصلي بلا الاذن المعلم ديالو، وهذا خطر كبير جدا. وهذا الشيء كله كنديروه بي بلا كاسكيت ديال الدين. دونك الدين ماشي هو هذا، الدين سي دو ترافاي، سي دو لا بيرسيفيرونس، سي واحد اليقين في الله سبحانه وتعالى اللي كنقولها لكم دائما ونعاود نقولها لكم ونفكركم فيها الصباح. ربي قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. تنا ضيعك وضيعك الناس وضيعك الدولة وضيعك، ربي ما عمره ما يضيعك. وهذا الشيء شفناه بأم أعيننا، الناس اللي خدموا بقلبهم كانوا موظفين بسطاء، والله أعرفهم واحد واحدا كنعرفهم شفتهم بعيني. كان موظف بسيط تيقولها لي أنا، واحد ست تيقول لي والله الحاج يونس وتحسبها بستيلو ما تخرج لك. وقريت وليداتي ووصلتهم وجوجتهم ودرت لهم العلاجات ودرت بالبركة سيدي ربي. وهذه اللي بغيت نقول لكم هذا الصباح. كاين واحد الفينومين، كاين واحد لاتو، كاين واحد الاكس حدا اخرى في ليكواسيون، هي البركه اللي مازال كاينه، لان ربي نزلها في القران. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذنا بما كانوا يكسبون. خصنا حنا ترجع لنا اليقين في القلب ديالنا. هذا الميساج ديالي لكل شيء، انا اولكم. هذا الميساج ديالي هذا الصباح لاي واحد تيخدم، رد بالك. رجع لنا ان موند بوكو دو بلوز اون بلو ماتيرياليست. العالم المادي هو ما رجعنا في عالم مادي 100% وما بقاش عندنا بلا. كيفاش هاد البركه، كيفاش هاد البركه ربي تطرحها لك في وليداتك، تطرحها لك في صحتك، الصحه ديالك، يطرحها لك. ما كنعرفوش علاش كنخدموا اكزاكتومون، وكيحسب لك كنخدموا على ديك كل اخلاص. وهو راه الواحد اخلاص الاخلاص الاخلاص الاخلاص، الواحد اللي صاب خدمه راه سي اون غيزون دو فيفغ لو فيت دو ترافاي. ايماجين تجلس ما كدير والو، شنو واخا يعطيوك الفلوس راه سي لا زون دو كونفور راه ال تو او كونتخيغ. اللي صاب خدمه ويصاب واخا بركه، واخا الفلوس قلال، واخا هذا الواحد بحال اللي قلتي ربي كيودع له البركه في ديك الخدمه ديالو وكيكبر وربي تيجيب الرزق وكيتعاون ولا بدا يغروندي. علاش؟ لان قنع في الاول وخدم، لان عارف راسو بان لا ميسيون ديالو ماشي هي دابور انه يشد ديك الفلوس، دابا هو انه يخدم مزيان، يدير اللي عليه، يتقن ديك الخدمه ديالو، وعاد ابخي بيان سور ديك الفلوس راه ربي غادي ينميهم له، لان ربي ما كيضيع حتى شي واحد. والله ما تضيع لا تقولوا انا خدم هادشي كامل على خدم ديال الفلوس، وخدم وبلاتي واتقن، اتقن في وقتي واتقن في العمل، تقن والله ربي لا ضيعك.
انا باش نقول لكم شحال من مره هاد لوي فيتون مشهور، وهاد غوتشي اللي ما مسلم ما حتى شي حاجه مشهور، وهاد لاكوست وهاد باش باش تشهر باش. تي كوا كو سي لو ماركتينغ، سي لا بيرفيكسيون، سي لو ترافاي، سي الاتقان، سي لو سيريو، سي لا شين دو ترافاي كومون اي ريسبكتي، سي لو سيرفيس، سي توت ان سي توت ان سيري. سي كوم سا. علاش البلغالب زيويه الفاسيه بقات معروفه؟ علاش؟ علاش؟ حيت متقونه، مدفونه، مقاده، خيط خيط الخيط. Comment elle est raffinée. C'est ça ce qu'il faut comprendre. C'est ça ce qui va nous mettre sur le premier rang du monde. Mais le produit marocain, depuis la nuit des temps, il a toujours été très demandé et très respecté et il a de la valeur. وبدينا حنا براسنا كنصدو تنصدرو البرودوي ماروكان من الشينوا، برودوي على باز ماروكان رجع كيتصنع في لاشين و تيجيبوه لي كوميرس ماروكان يبيعوه في المغرب. ايماجين دونك الله يرضي عليكم، ماروكان ارتيزانال على باز رجع كيتصوب في لاشين تجي ليميتاسيون ديالو نبيعوها حنايا. نرجعو شويه ديال زعما موا كون جو فوا سا جو سوي نرجعو شويه الاتقان و لو ترافاي توجور باي، ونرجعو شويه لو سيريو والبركه ديال الله راه كتنزل. ان الله يحب المحسنين. شو المحسنين هما؟ المتقينين. مي دابا انا اللي بغيتك تعرفوا انك بيتي بغيك تصور رزقك حلالا طيبه، تمشي للاداره 8 ساعات عندك في النهار كتخدم فيهم 30 مينوت. انا راني مشوف، ما بغيتش نقول لكم لي ستاتيستيك غير كتب كي الدم. الا مشيت قلت لك شحال لو فونكسيونير ماروكان، الا مشيت قلت لك الفونكسيونير ماروكان شحال تيخدم في النهار او موين، والله تيسكت لك القلب. اما جبت غادي نصدمك، غنصدمك عاودة والله تنصدمك. صدمني شحال دابا؟ لا ما نبغيش ربع ساعة في النهار. ما كايناش عاودة والله في لي ستاتيك ريتير دو موند، ما كاينة بالحلوف. كايناش كايناش كاع مالوغوزمون، ما كايناش. تيقول لك ما تتقدنيش الصالير، ما لهم ما يقدكش الصالير. انت كتاكل السوت بغيت يقدك الصالير، تيمشي يصلي العصر، تيمشي من العصر تعاود يرجع كاع. انا قلت لي السيده مشات للاداره في جوجونس سيسيو 4، قلت له سالينا من جوجونس او او ساعتين تكون فين هي ساعتين؟ 4 غادي تسالي الاداره. جوجونس قلت له والله العظيم الا وقعت لي في اون اوتر فيل، ماشي حتى في مدينتي، في اون اوتر فيل مشيت للاداره وقالوا لي ما سالينا. تنقول لهم انا راه خاصني نقبض الطريق نرجع في حالي لمدينتي، كيفاش سالينا؟ واش انا جيت نطار باش نهدى وانت تقول لي سالينا؟ والله ما بغاو يقبطوني، تقول لك والو. تبديت نبكي لهم تمايا، تبديت انا ما عناش تري سونسيب، بديت نبكي تنقول لهم والله ما نخرجش كيفاش سالينا. انا خاصني نرجع ونرجع بلا ورقه والدعوز متعذب، نجي حتى لمدينه اخرى باش نبكي لهم، باش عاد شي واحد عزيت عليا وقال لي واه راه مصوب.